في تصريحات مهمة جدا للدكتور علي مصلحي وزير التموين، وأيضا للدكتور السيد القصير وزير الزراعة. كان في اهتمام بشكل كبير ومكثف من مختلف وزراء الحكومة المصرية لمطالعة المستجدات الخاصة بالأسواق، وعلشان يرسلوا رسائل طمأنة وتوضيح وشفافية كمان للمواطن المصري. بداية مع الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أن هيتم زيادة المعروض من الدواجن في المجمعات والمعارض التابعة لوزارة التموين، وأنه بالرغم من الارتفاع الغير مسبوق اللي بيحدث نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الحرب على حجم التصدير، لأن روسيا وأوكرانيا تعتبر بتمثل 32% من حجم التصدير في العالم، و طبعا زي ما قلنا انه الحرب اثرت على اسعار المحروقات وبالتالي على النقل وبالتالي على الامور المستورده، ففي زياده بالتاكيد، ولكن حسب تاكيدات الدكتور علي مصلحي ان الزياده اللي هتحصل في الاسعار هتحاول الدوله ان هي تتحملها وتفضل تقدم المنتج والسلع بنفس اسعارها، بل وباسعار مخفضه كمان عن المعتاد في الاسواق المصريه. واكد انه في مخزون كبير من السكر ومش هيكون في اي زياده فيه، بالاضافه لكده انه الحكومه هتتدخل لجعل الرز سعره أقل من 10 جنيه، لأن كان في البعض اشتكى كمان أنه الرز بدأ سعره كمان يزيد، ونتيجة طبعا الأمور اللي حصل ما بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع في أسعار القمح زي يمكن امبارح ما كنا بنقول لحضراتكم. لكن بالرغم من كده الوزارة هتحاول أن هي تضبط الأسواق من خلال حملات تفتيشية مكثفة ومكبرة. أكد كمان الدكتور علي مصلحي على أنه معارض أهلا رمضان هتبدأ في المحافظات من يوم 15 مارس علشان توفر السلع بأقل من سعرها الطبيعي. في بعض المنتجات اللي هتوصل نسبة الخصم عليها 10 و20% وربما تصل ل 25%. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل من خلال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية. برحب بحضرتك يا دكتور عبد العزيز. اهلا بحضرتك مينا، واهلا بالساده المشاهدين، اهلا بيك. النهارده كان في تصريحات مهمه للدكتور السيد القصير وزير الزراعه انه في اكتفاء ذاتي في مصر من الدواجن والبيض والالبان. هل احنا مش بنعتمد على اي جهه لاستيراد اي منتجات من دول؟ لا، انا بس عايز ابتدي مع حضرتك بناء على الوضع الحالي، واحنا عارفين ان في تضخم في العالم اجمع منذ أزمة كورونا، ولكن الحمد لله احنا بلدنا في استقرار ووضع مستتب عندنا، وبناء على الكلام اللي اتقال النهارده وتصريحات من مجلس الوزراء والسادة الوزراء، احنا عندنا في غرفة القاهرة عملنا غرفة عمليات ونقلنا تعليمات المهندس إبراهيم العربي، واشترك فيها لرصد حالة السوق مشاركة كل الشعب الغذائية سواء الخضر والفاكهة والبقالة والدواجن والأسماك والبقوليات واللحوم، يعني في تحركات، كل الجهات المعنية بتشترك وبالاخص المجتمع المدني له دور فاعل في هذا الامر. والحمد لله احنا ربما يعني بنتحرك حسب الوضع الحالي والازمه الحاليه في العالم، لكن اهم شيء احنا عايزين نقوله ونقوله لكل المواطنين، لا خلي بالكم احنا عندنا احتياط استراتيجي جيد جدا، ما عندناش مشكله في المرحله الحاليه. اي نعم عندنا في بعض السلع فيها ارتفاع في الاسعار وده واضح لكل الناس، وده كان دائما وابدا ما بيحدثش الا قبل رمضان باسبوع، لكن حصل بدري هذا العام نظرا الظروف الجويه والمشاكل الصحيه والكلام ده كله. طب انا عايز اسال حضرتك يا دكتور عبد العزيز فيما يخص الثروه الداجنه، احنا قلنا ان عندنا اكتفاء ذاتي، لكن هل تاثرت باي شكل من الاشكال في موضوع الاسعار في الوقت الحالي؟ يعني طبعا اتاثرت سابقا وحاليا طبعا، لما انا اقول لك النهارده ان العالم كان ب 9000 جنيه وفجاه نلاقي 10500، ده صعب جدا. اذا استقر على هذا الوضع يبقى عندي مشكله، لان يعني بس عشان نوضح للمشاهد، الزياده برضه بسبب ارتفاع اسعار العلف بالرغم من عندنا انتاج اسعار الاعلاف غليت، وخلي بالك انا بتكلم ان هي زياده الاعلاف زياده غير مبرره لسبب واحد، لان انا عندي احتياط استراتيجي تقريبا من الذره لا يقل عن 6 7 اشهر، ويمكن الساده الوزراء تحدثوا ان انا عندي احتياط. تبقى الزياده دي سببها ايه؟ ما هو انا النهارده لما اقول الزياده غليت، الناس النهارده بتقول لك انا عندي حرب، انت مالك ومال الحرب؟ هل الحرب اثر عليك حاليا في الوقت الحالي؟
اول انت استوردت من اوكرانيا او من روسيا حاجه وجات لك بسرعه في الوقت الحالي؟ طب يعني حتى يعني لو دخلت عندك مراكب، حتى يا استاذ لو دخلت عندك مراكب النهارده ما انت متفق عليها بقالك 45 يوم. طيب يعني معنى يعني كلام حضرتك ان في تلاعب بيحصل من بعض التجار؟ يعني في طبعا في، انا مش عايز اقول التجار لان التاجر ملوش دعوه، انا بتكلم على المستورد. المستوردين نفسهم لان هو المستورد هو اللي بيجيب لك البضاعه من خارج وبعدين يديها لاصحاب مصانع العلاف، مصانع العلاف تدي العلاف لمزارع الدواجن، فالتكلفه بتزيد عندي، والنهايه اللي بيتحاسب مين؟ المنتج الاخير. يا فندم مش المنتج الاخير هو السبب، انا من الاول من الحلقه من فوق وغليت ليه واسبابها ايه، رغم ان انا عندي اكتفاء ذاتي وعندي ايضا احتياط استراتيجي كبير جدا. طيب مين المسؤول عن متابعه الموضوع ده يا دكتور؟ يا فندم احنا عملنا اجتماعات في اليومين الماضيين مع مباحث تمويل الوزاره. ايوه. وفي تحركات ايجابيه من قبل الجهات المعنيه لرصد اي مخالفات والمخازن الموجوده، واذا كان حد بيعمل شحيه عشان يرفع الاسعار، في تحركات ايجابيه في اليومين القادمين، بالاضافه الى زي ما قال معالي وزير التموين وزي ما قال وزير الزراعه وزي ما قال معالي رئيس الوزراء، النهارده احنا بنضخ كميات ضخمه جدا علشان رمضان. انا بحط كل السلع الاستراتيجيه في الشركه القابضه للسلع الغذائيه اللي عندها تقريبا 1300 فرع ايضا من خلال اهل رمضان، وخلي بال حضرتك الغرف التجاريه لها دور بارز في هذا الامر، والمهندس ابراهيم العربي كان في اجتماع مهم جدا مع رؤساء الغرف عشان اهل رمضان، لان كل التجار المتواجدين وهيشتركوا في اهل رمضان هيضخوا السلع اللي هم تتبعهم باسعار التكلفة فقط لا غير، وده شيء مهم جدا، وده على الاقل بيعمل توازن في السوق المصري، وده اللي احنا عاوزينه عشان لنا دور مجتمعي يجب ان يكون متواجد مع مين؟ مع المواطن صاحب الدخل المتدني، زي ما الدوله بتساعد احنا ايضا بنساعد في هذا الدور من خلال الشعب الغذائيه، زي ما قلت لحضرتك هي الخضر والفاكهه الدواجن الاسماك البقوليات لحوم بقوا الى خلافه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الثروه الداجنه بالغرف التجاريه.